مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، شكرا للزملاء على التواصل. وها هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الإثارة، من انطلاقات هذا المهرجان، مهرجان زايد هنا أيضا، ومكرمة زايد الكبرى التي تقدم دائما على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق الجميل والتحدي. شوطنا العاشر تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيقه هنا، والشوط العاشر الخاص بهذا الانطلاق والتحدي للقاية القعدان المهجنات الأصايل لأيضا أبناء القبائل والصدارة والمقدمة هنا في الصدارة وفي المركز الأول والمنطلق في هذه اللحظات. دير بالك حمد بن جمعة بن عبد الله الكعبي من ياتي على الصدارة وعلى المركز الأول، أشقر لمحمد بن سالم بن محمد بوذم العامري من ياتينا على المركز الثاني، وفي المركز الثالث المنطلق هناك بهذه اللحظات على المركز الثالث ببلش عاطف بن صالح بن محمد الليامي من ياتينا ثالثا، وفي المركز الرابع والمنطلق مرعوش سعد بن طالب بن شريم المري على المركز الرابع، وفي المركز الخامس خامس المراكز يأتينا هنا سراب محمد بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي من ينطلق على المركز في هذه اللحظات هنا الخامس، وفي المركز السادس هو المنطلق على سادس المراكز ناصي أحمد بن يمعوض بن عوض بن مبارك العزيزي من يأتينا المركز السابع، والمنطلق على المركز السابع في هذه اللحظات، وياتينا هنا على سابع المراكز والانطلاق والتحدي من شاهين محمد بن راهد بن علي بن مفتاح الشومسي، وفي المركز الثامن هو المنطلق هنا مرعب السعيد بن سالم بن قناص العامري من ياتينا مع مرعب بهذا الانطلاق الجميل، هو وصل هنا عاشق السلالة الشاهينية بهذا الانطلاق الجميل، وياتي شاهين احمد بن خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي وعلى المركز العاشر، والمنطلق هنا على عاشر المراكز الاسد ناصر بن خويتم بن بخيت العامري على المركز العاشر. هذه هي النتائج للمراكز العشره الاولى، دعناها على حضراتكم. هو دير بالك على صداره، دير بالك على المقدمه حمد بن يمعه بن عبد الله الكعبي، ودير بالك من القعدان هنا ايضا المنطلقات عند الاثنين كيلومتر يا حمد يا ابن يمعه يا ابن عبد الله يا الكعبي، هنا الوصول هنا ايضا شاهين وعاشق السلاله الشاهينيه ينطلق مع شاهين، هنا احمد بن خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي من ينطلق على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول، المركز الثاني مبلش عاطف بن صالح بن محمد الليامي، والوصول هنا من المرعوش سعد بن طالب بن شريم المري من ينطلق الى المركز الثاني، وفي المركز الثالث ياتينا كفو صالح بن مسعود بن سعيد بن قطامي المري من ياتينا على المركز الثالث، المركز الرابع بارك عبد الله بن مطيب بن محمد بن راشد الغفلي من ياتينا على المركز الرابع، المركز الخامس هو الوصول هنا من الرياض علي بن سالم بن بلوش المزروعي من ياتينا على المركز السادس، وفي المركز السابع شعار مضفيرة يصل هنا في هذه اللحظات زيدان علي بن سالم بن عبيد مضفيرة العامري من ياتينا سابعا، وفي المركز الثامن المنطلق هنا مصدع محسن بن سالم بن حمد المالكي من ياتينا هنا على المركز الثامن، وفي المركز التاسع الغزال مطر بن السهيل بن علي اللي يبهوني من ياتينا على المركز الثامن، وفي المركز التاسع الوصول هنا من شاهين احمد بن سالم بن مسلم العامري، وهناك ياتينا في هذه اللحظات والوصول من سراب ناصر بن راشد بن سعيد اليابري من يصل، ولكن اعود الى الصداره، اعود الى المقدمه، اعود الى المركز الاول، اعود
يعود هناك على الانطلاق إلى كفو. كفو من انطلق على الصدارة، كفو من انطلق على المقدمة، على المركز الأول. كفو كفو على الصدارة، صالح بن مسعود بن سعيد بن قطامي المري من ينطلق على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الله يا القادم 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 معاند 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 بيعاند علي بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي مع معاند على المركز الثاني. المركز الثالث هنا يأتينا الحرامي أضحي بن مبارك بن أضحي لجتبي من ينطلق على المركز الثالث في هذا الانطلاق، ولكن كفوا على الصدارة، كفوا على المقدمة، كفوا على الانطلاق، على التحدي في هذه المسيرة. كفوا كفوا كفوا، من يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول؟ صالح بن مسعود بن سعيد بن قطامي المري من يأتينا على الصدارة، على المقدمة. كفوا وهو كفوا، سلام للمملكة، سلام على هذا الأداء الجميل. تهانينا لصالح بن مسعود بن سعيد بن قطامي المري على فوز كفو بالمركز الأول. المركز الثاني وصل هنا هذه اللحظات معاند علي بن خليفة بن سلطان بن رشيد. المركز الثالث وصل زيدان علي بن سالم بن عبيد بن ظهيرة. والمركز الرابع من وصل هنا الحرامي ضحي بن مبارك بن ضحي لكتبي وسراب. في المركز الخامس ناصر بن راشد بن سعيد اليابري من وصل على المركز الخامس في هذا الانطلاق. تهانينا والناموس لجميع الفائزين بهذا التحدي والإثارة، واستطاع كفو أن ينتزع الفوز وينتزع الناموس، وهو كفو للمنافسة، كفو للتحدي، كفو للإثارة بهذا الانطلاق. تهانينا لصالح بن مسعود بن سعيد بن قطامي المري، والسلام للمملكة، سلام على هذا الأداء الجميل والتحدي والإثارة. مشاهدينا الكرام، سلام للصيح، سلام على هذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة. والتوقيت الزمني ولحظة وصوله إلى خط النهاية بعد أن استطاع الفوز والناموس والتحدي، هنا لحظة انتزاعه للفوز والناموس واستمراريته إلى خط النهاية بهذا التحدي والإثارة. شكرا يا الهواري على هذه اللقطات الجميلة المبدعة من قناة أبو ظبي الرياضية. والتوقيت الزمني 7:38 أربعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل لصالح بن مسعود بن سعيد بن قطامي المري، بينما المركز الثاني كان من نصيب معاند العلي بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، قدم عرض يشكر عليه 7:39 جزئين من الثانية هو توقيته الزمني. بينما ثالث مراكزنا مشاهدينا الكرام وصل هنا هذه اللحظات زيدان علي بن سالم بن عبيد بن ظفيرة العامري قاطع المسافة 7:42 ستة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا لجميع الأخوة.